وتقديرا منا لهذا النجاح الذي أحرزته التجربة العمانية في مجال الشورى، وتحقيقا لوعدنا بالعمل على تطويرها بما يوفر مزيدا من الفرص أمام المواطنين لمشاركة أوسع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن، فإننا قد قررنا إنشاء مجلس للشورى. إنه الأسلوب القيادي الحكيم لجلالة السلطان المعظم في تطور المحسوب. فبعد 4 فترات كاملة كان دور المجلس الاستشاري للدولة خلالها ملائما لطبيعة مرحلة من مراحل تجربة الشورى بأصالتها، متوافقا مع مسيرة التطور. جاء الإعلان السامي عن ولادة مجلس الشورى كخطوة أكثر إثراء لهذه التجربة.